السلام عليكم. اللواء مساوي مسيرة أعداء إيران في مرمى منظومة بارو 373. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. تحدث القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم مساوي عن منظومة بارو 373 للدفاع الجوي المصنعة على أيدي العلماء الإيرانيين، وقال إن الطائرات المسيرة للعدو تقع في مرمى هذه المنظومة المزودة بأحدث التقنيات العالمية. وخلال مراسم تكريم النخبة العلمية الإيرانية وكوادر صناعة الدفاعية التي ساهمت في تطوير منظومة بارو 373 التي أقيمت يوم الأحد، قدم اللواء مساوي العزاء باستشهاد المواطنين في جريمة مدينة شيراز جنوبي البلاد، وأيضا شهداء قوى الأمن الداخلي الذين أرتقوا خلال الاضطرابات الأخيرة في البلاد، وتوعد بمساءلة كل من تورط في إثارة أعمال الشغب وعلى رأسهم الشيطان الأكبر أمريكا والكيان الصهيوني وعملائهما الذين خططوا ونفذوا لإغتيال والمجازر بحق المواطنين الأبرياء وفق اللواء مساوي. وتابع أن غاية الثورة الإسلامية في الإطاحة بنظام الهيمنة والاستكبار العالمي ستحقق لا ريب، وأن القضاء على الصنم الأكبر أمريكا سينتهي بإطاحة جميع الأصنام الصغيرة قطعا. واعتبر أن منظومة بارو 373 المتطورة تقنيا تشكل إنجازا عظيما في مجال التقنية الدفاعية الجوية على مستوى العالم، موضحا أنه لا يوجد أكثر من دولة أو دولتين تمتلك منظومة دفاع مماثلة، وذلك في ضوء التقنيات المتعقدة والحديثة التي استخدمت في سياق تطوير هذه المنظومة الإيرانية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.